ليوسف خميس. طويلة لمجد عبد الله، طويلة لمجد عبد الله، ينفرد بالمرمى مجد عبد الله ويخرج عليه حسن خليفة ويصفر عبد الله الناصر، يصفر عبد الله الناصر ويأشر على منطقة الجزاء، يأشر على ضربة الجزاء. بيقول عبد الله الناصر بالصافرة وبالإشارة إنه حسن خليفة دخل ومسك ماجد عبد الله وأعاقه، وأن هذه الإعاقة تأتي ضمن برودة التسعة التي يعاقب عليها قانون كرة القدم بضربة جزاء. نشوف تاني، هذا ماجد أحمد عبد الله، الكرات الخطرة المرتدة بقول فيها خطورة، وده حسن خليفة، نشوف فيها إعاقة وبيصفر عبد الله الناصر وبيقول إنه حسن خليفة الحارس الاتحادي أعاق ماجد عبد الله، وأن القانون في هذه الحالة يعطي ماجد عبد الله ضربة جزاء. حسن خليفة بيدي الكورة لماجد ونحن بنلعب في الدقيقة 36. ويا ترى، أنا كنت بقول قبل شوية أن الهجمات المرتدة النصراوية تشكل خطورة على المرمى الاتحادي، رغم أنه الاتحاد كان وكل أو كان مسيطر على الملعب. وهذه أحد الهجمات المرتدة الخطرة التي كسب منها ماجد عبد الله أو نادي النصر أو فريق كرة قدم بنادي النصر ضربة جزاء. ماجد أحمد عبد الله وجها لوجه مع حسن خليفة. عبد الناصر يصفر ويتقدم ماجد ويحطها في المرمى على يمين حسن خليفة. يحطها ماجد أحمد عبد الله، يسجل ماجد أحمد عبد الله الهدف النصراوي الأول في الدقيقة 36 من الشوط الأول. يسجل ماجد أحمد عبد الله الهدف النصراوي الأول، وترتفع العلامة الصفراء والزرقاء في ملعب